بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت العنوان Adding Marker راح نتحدث اليوم. ماركر، ايه ماركر ديت؟ طيب خلينا نشوف بريفيو للمشهد ده. والمشهد ده ببساطة يا جماعة انا عامل برنت سكرين لجوجل مابس على كلية تربية نوعية، ورحت عملت لها بيست جوه الارتيكوليت ستوري لاين، ورحت مدرج ماركر ونشوف بيعمل ايه بالظبط. ده انا اعمل بريفيو لذي سلايد واحد بان ان شاء الله باذن الله. المشهد كله عادي ما فيهوش اي حاجه باستثناء الماركر ده، الحاجه اللي كل شويه شغاله تومت 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 ديت. لو انا ضغطت تومت وانا لو سبته بصراحه هيكمل عرض الفيديو ده. الفيديو عامله احمد حلمي، واحد من ضمن الخريجين بتوع الكليه، كان عامل فيلم تسجيلي او فيلم بيتكلم فيه عن كليه التربيه النوعيه واقسامها، واخد سكرين شوتات من اماكن مختلفه في الكليه وبيحاول يعمل لقاءات يعني مع الناس وكده. تفهمنا القصه ده بالظبط. كلمه ماركر ده ممكن يكون الواحد استخدمها بشكل يعني، او حاولنا نستخدمها بشكل توظيفي في ماده زي كورس الجغرافيا، او مش متذكر بالظبط. بس يا جماعه الماركر ده واحده من ضمن التولز الجميله جدا في البرنامج اللي بتتيح للمتعلم انه او للمعلم بقى انه ممكن يحط معلومات معينه بيحتاجها المتعلم، بس جاست ان نيد وقت ما يكون محتاج. هي على فكره يا جماعه بتكون بعيده عن المشهد شويه، يعني ايه لازم ان هو يروح بايده ويضغط عليها او يعمل هوفر عليها عشان تبتدي تعرض له الكونتنت بتاعه. فاهمين يا جماعه؟ فدي القصه بتاعت ماركر، وده الجانب بتاع الانستراكشن ديزايننج للماركر ديت. طيب نروح بقى على ازاي نبتدي ندرس. هنقيمه انسرت، هنروح لماركر ومقسمهم لك راجل لمجموعه، عندك نافيجيشن وعندك هيلب وعندك اوفيس وعندك نمبرز و ايه ما اعرفش بصراحه. هو يعني هو بيحاول يقسمهم، عندك ميديا وعندك تولز وعندك فيدباك وفي سوشيال وفي اندستري وفي تشارتس وحاجات زي كده، تمام. هو بيحاول يقسمهم تقسيم طبعا، يعني انت على حسب ما انت بتحتاج، رايت ما فيش مشاكل. اوكي خلونا نستخدمه واحد بشكل وظيفي. ولنفرض مثلا انا اضغط على الهيلب بالعلامه ديت واروح اضغط هنا، حطيت الايكون. انا يعني في الغالب انا ما عنديش مشاكل في دول، خلوني اغير بس في الستايل. ولنفرض الستايل لونه برتقالي ديت، ماشي اوكي. ونروح بقى لايكون تشينج ايكون. لو انا كنت عايز امنتج على شكل الايكون اوكي، لا انا مش عايز. نقطه تانية اوديو، لو انا عايز اضيف اوديو ايه قصه. طب خلونا نسجل تسجيل كده، ريكورد مايك كليه التربيه النوعيه. اوكي تمام، انا هقول له بس معلش قبل ما اعمل بريفيو هقول له اوديو اونلي، وهعمل بريفيو للسلايد ديت. هروح للماركر كلية التربية النوعية. فهمنا الفكرة يا جماعة؟ طيب اوكي ديت ممكن يكون جانب بيفيد المتعلم، احيانا بيكون محتاج غايبة منه حاجة، محتاج يشوف حاجة لها دخل بالقصة ديت او ان يكون رايت. ما في مشاكل، مش بس القصة في ان انت ممكن ترفع اوديو من عندك زي ما انت بتقول، انت ممكن تمنتج عليه او ممكن تجيب اوديو تسجله ريكوردينج. المشهد التاني انت ممكن تضيف صورة معينة، ولنفرض مثلا بيكتشر فروم فايل، وناخد كلية بتاعة المدخل بتاع كلية التربية النوعية مثلا. انا كده عندي في المشهد حاجتين اتنين، المرة دي بقى مش اوديو اونلي، لا لا المرة دي بقت بيجي في عندك حاجتين، بيجي في اوديو وبيجي في صورة كمان، تمام. عشان كده شلنا القصة بتاعت اوديو اونلي ونروح عند الماركر ده كلية التربية النوعية. بيقول لي والله ديت كلية التربية النوعية، اديني بريفيو بشكل مصغر لشكل الصورة ديت. الأمر ما بيوقفش لحدود الكده، ما بيوقفش عند الحدود ديت بس جاست. لا لا خلونا نروح على قائمة انسيرت مرة تاني، والمرة دي احنا هنضيف ماركر اللي هو عليه رمز العالم ديت يا جماعة. اوكي وانا ضفته هنا وجاست هبقى بمجرد مني انا اضيفه. بصوا يا جماعة لو انت ضفته ابتديت يعني جاست نزلت شوية تحت منه كده واكتب، فاهمني؟ انا بعتها شوية عشان الناس تبان يعني ان انا بكتب. هكتب مثلا انا كلية التربية الرياضية، تمام. وكنترول اي وادواتي في الكنترولز طبعا من قائمة هوم، مكبر شوية الالاينمنتات، كنترول شيفت يمين ولا انا اسف ماشي كنترول شيفت يمين، واخد الماركر ديت واديه على كلية التربية الرياضية. رايت خلونا نشوف بريفيو المرة دي بقى، خلونا ناخد كنترول تاني بقى في قائمة فورمات على الماركر بقى.
هنقول له شو اول اون هوفر، انا على الهوفر بتاع يظهر لي كل حاجه، واكتب انا اعمل هوفر تمام يا جماعه، واعمل بريفيو لديس سلايد كده. انا مش محتاج اني اعمل كليك على الماركر يا جماعه، الماركر الاخير طبعا. ها انا هوفر بس، مجرد ما يعمل هوفر هيروح يديني الكونتنت اللي هو كان لسه مكتوب من شويه باحجامه المختلفه. اول ما بعد من الهوفر بيبتدي يديني دي الفكره. فالماركرز دوت هيفضلوا دايما يومضوا لغايه لما الانستراكتور، خد بالك انا فيا انستراكتور فيا معلومه مستخبيه، خد بالك انا ايه، انا عنصر هوت سبوت في التصميم بتاعك، خد بالك مني لو احتجت كده. دايره الماركر تحس انها بتكلم الانستراكتور ما بين كل فتره والتانيه، خد بالك انا في حاجه مستخبيه تمام. دايره الجانب بتاع استخدام الماركر ديت يا جماعه، طبعا الكنترولز اكيد حضراتكم عارفينها، بتحاول تغير منها، وانا ما عنديش اي اضافات تانية باستثناء ان باجي كله بخصوص موضوع التنسيق. حاولنا نستخدمها بشكل وظيفي شويه فين، في مشهد كنا جبناه من جوجل ايرث ده بخصوص موضوع الماركرز. بالله يا جماعه حاول، ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يبارك فيك يا رب. لو انت كنت هتستخدم ماركرز مختلفين، عرف الانستراكتور، عرف، اسف يا ربي، عرف المتعلم في شاشه التعليمات بتاعك، قول له يا جماعه الماركر اللي عليه العلم ديت هيحاول يدلك على معلومه مش عارف ايه. إيه ولنفرض مثلا إيه، لو انت كنت ناوي تدرج ماركرز صوتية، انت عايز تقول المتعلم ان مثلا في صوت جاي لك، ادرج مثلا ماركر من نوع الشكل ده اللي هو كان خاص بالبلاي. لو هتقول له على مكان، ادرج الماركر اللي عليه علم. لو عايز تقول له مش عارف معلومه تعريفيه، ادرج الماركر اللي عليه علم. مش عارف، لو انت عايز عندك سؤال اضغط على مش عارف، فهمني انت حاول تفهمه ان كل ماركر بيبقى ليه وظيفه معينه، وانت تبقى راسي عليها من اول تصميمك لبرمجتك، وتخبي فيها الداتا بتاعك بالشكل اللي انت تبغاه او الشكل اللي يريحك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.